بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. طبعا الحقيقة سعاد حسني من أفضل وأحسن الفنانات إلى قلبي، وطبعا أكيد قلبكم كلكم، وهي حقيقي يعني مش هتتكرر تاني ومش هيجي سعاد حسني تاني. هي رحلت عننا بجسدها لكن هي لسه موجودة في قلوبنا. طبعا بقى أكتر واحد بيتحفنا بالكلام الجميل والأسرار والكواليس هو أستاذ معتز سعد، اللي هو الفنان والمؤرخ واللي قدر بكل شطارة وجدارة ان هو يثبت ان هو مؤرخ وعنده كل الكواليس والاسرار اللي هي فعلا حقيقي مش موجوده عند اي حد. استاذ معتز منورني. اهلا بحضرتك. حقيقي منورك. بتنورني وحقيقي فعلا بتقول حاجات مش موجوده. ربنا يخليك. جدا طبعا انا عارفه ان سندريلا الشاشه العربيه هي من احب الناس الى قلبك انت طبعاً. كمان مش ليا انا وبس، لكل الناس حقيقي حقيقي هي فعلا شخصيه مش هتتكرر تاني. فراشه كده ودمها خفيف وطفله وليدي وكل حاجه فيها بصراحه جميله. كلمنا عنها بقى. سعاد حسني اتولدت يوم 26 يناير 1943 لأب اسمه محمد حسني، كان خطاط بيعمل خطوط اللافتات واليفط والحاجات دي. والدتها اسمها جوهرة. نشأت في أسرة متوسطة لها 17 أخ وأخت وهي ترتيبها رقم 10. بدايتها في برنامج الإذاعة الشهير بابا شارو، كانت من ضمن الأطفال الصغيرين في برنامج بابا شارو. كانت بتغني يعني حاجات صغيرة قوي، يعني لها أغنية أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسن اشتهر، حاجات أطفال صغيرة. ده وعمرها 2 سنين ونص، لأن والدها شاف إن فيها موهبة فقدمها لبابا شارو في برنامج الإذاعة. ده كان شهير جدا في فترة الخمسينات والأربعينات، كان مكسر الدنيا. ومع الأيام اكتشفها الأستاذ عبد الرحمن الخميسي. طيب إحنا هنرجع للاكتشاف بتاع أستاذ عبد الرحمن الخميسي، بس معانا مداخلة. أستاذ سعيد الزهاري اتفضل. أهلاً والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. منورين الشاشة والله. ده نورك، ميرسي جدا. أنا حبيت أعمل أول مداخلة عشان حاجتين. اتفضل. أول حاجة عشان أشكر معتز على مجهوده الكبير ده. حقيقي. وحبيبي دايما ناجح كده ومتفوق ودؤوب في عمله ومجتهد. أنا حابب أشكره أولا على المجهود اللي بيعمله. ربنا يوفقه في اللي بيعمله. يا رب. ربنا يخليك. ومن نجاح لنجاح تاني يا رب كده دايما ان شاء الله. يا رب. تاني حاجه طبعا النهارده انتوا بتتكلموا على سندريلا الشاشه المصريه، دي يعني اثرت السينما المصريه بالعديد من الافلام وطبعا المسلسل بتاع انا هو وهي. طبعا افلام كتير. انت بتتكلمي على حاجه قيمه كبيره في أكيد. تاريخ السينما المصريه. اكيد. اكتر حاجه بتحبها لها ايه؟ والله في افلام كتير لسعاد حسني زي حسن ونعيمه والزوجه الثانيه وحب في الزنزانه والمشبوه وشروق وغروب بمناسبه النهارده 25 يناير يعني. ايوه طبعا طبعا. طيب خلي بالك من زوزو، حاجات كتير طبعا. كتير كتير طبعا حقيقي طبعا. انا متشكره جدا على مداخله حضرتك. انا ربنا يخليك ودايما كده منورين الدنيا. ربنا يخليك. ميرسي جدا يا استاذ سعيد. ربنا يخليك صديقي واخويا. طبعا طبعا. تابعنا وشكرا على اتصالك. نرجع بقى للمكتشف سعاد حسني. الاستاذ عبد الرحمن الخميسي كان عمل مسلسل اذاعي اسمه حسن ونعيمه، وحب ان يقدمه في السينما كفيلم سينمائي. اختار وجه جديد خالص هي السندريلا سعاد حسني، لان كان يعرف والدها. واختار برضو الوجه الجديد المطرب اللي قدامها، ويكون وجه جديد الفنان الكبير محرم فؤاد. واللي انتج الفيلم الاستاذ الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب، واخرج الفيلم المخرج العبقري بركات. طبعاً. الفيلم بقى مش قادر اقول لحضرتك كسر الدنيا سنه 59. الناس كلها بتحب القصه الشعبيه الشهيره حسن ونعيمه، ما صدقوا شافوها بقى فيلم سينما متجسد باجمل وجوه سينمائيه طبعاً. جديده. من هنا بقى بدات انطلاقه السندريلا سعاد حسني في عالم. رغم ان ده كان اول عمل ليها، بس ما تحسش ان ده اول عمل ليها، تحس ان هي متمكنه. هقول لحضرتك لان تولاها الاستاذ عبد الرحمن الخميسي وخلاها تتدرب ويعلمها فن الالقاء، وهو والاستاذ ابراهيم سعفان الفنان الكبير علمها القراءه والكتابه. والنجمه وصديقة عمرها إنعام سلوسة بنت بلدي دمياط هي اللي علمتها فن الإلقاء، واستمرت الصداقة لآخر يوم في حياة سعاد حسني بين النجمة الكبيرة إنعام سلوسة والسندريلا سعاد حسني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وتولد بقى الأعمال بعد كده النقطة الثانية بقى هي بدايتها بقى برضو مع الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم
البنات والصيف سنة 60. ده تاني كان فيلم. تاني عمل تاني فيلم. على طول على فكرة هي كانت هتاخد دور الفنانة سميرة أحمد بس للأسف يعني كانت بتتوتر شوية وما كانتش لسه واخدة على الكاميرا، فالمخرج اختارها أنها تكون أخت عبد الحليم حافظ. من هنا نشأت قصة الحب، وبعدين تالت فيلم بقى اللي كسر الدنيا شاهد حب طبعا. وتوالت الأعمال السينمائية يعني كلها أفلام وكلها مميزة مكسرت الدنيا. وقدرت اللي هي يعني مرحلة غير المرحلة اللي قبلها غير المرحلة اللي بعدها، يعني الأول البنت الشقية، بعدين فترة أفلام استعراضية زي فيلم خلي بالك من زوزو، والأفلام اللي اتقدمت بعد كده أميرة حب أنا، شفيقة ومتولي، الأفلام اللي كانت غنائية، وصغيرة على الحب أول فيلم تغني فيه سنة 66، وكان بقى حالة غريبة قوي. احنا معانا صورها دلوقتي على الشاشة وهي صغيرة. وهي طفلة صغيرة. كان عندها زي 7 سنين أو أقل كمان. وبعدين بقى قدرت بقى إنها تغير بقى من نوعية الأفلام اللي بتقدمها. فترة النضوج بقى الأفلام اللي قدمتها مع النجم الكبير محمود ياسين زي فيلم أين عقلي، وعلى من نطلق الرصاص اللي بيعد من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفيلم الحب الذي كان، والأفلام بقى التانية اللي كانت فيها يعني مراعاة فيها الجوانب الفنية أكتر من الجوانب الجماهيرية. زي فيلم مثلا الكرنك، زي فيلم الناس والنيل، مكان للحب، والأفلام عديدة يعني الحقيقة. طب ايه هي المحطات، يعني ايه هي المحطات بتاعت الأفلام اللي تغيرت في حياتك؟ نقطة التحول بقى اللي كسر الدنيا فيلم خلي بالك من زوزو سنة 72. لحد دلوقتي الناس بتحبه. ليه بقى؟ فيلم أول مرة يلقي الضوء على عوالم شارع محمد علي وحياتهم إزاي عايشين وإزاي بيتصرفوا وإزاي بيحبوا وإزاي بيتعلموا. فكانت قصة غريبة على السينما المصرية، وطبعا كان هي عملتها بصراحة بكل شطارة بصراحة. وكل النجوم اللي كانوا في الفيلم كلهم أتقنوا أدوارهم، زي النجم الكبير حسين فهمي، والنجمة الكبيرة تحية كاريوكا اللي كانت كمان بتشوفها وهي بترقص إزاي وتقول لها تدربي على الرقص، وكانت بتفيدها بخبرتها. وطبعا مخرج الروائع حسن الإمام طبعا، واللي قدم الفيلم بشكل جميل جدا. وطبعا اللي كتب الأغاني الشاعر الكبير وأستاذها والأب الروحي ليها الفنان والشاعر صلاح جاهين. الله هو الله. اللي كتب. احنا عايزين نعرف علاقتها بيها، بس عايزه لو انت تعلق على الصور، هي الصور معانا على الشاشه. الصوره دي في المغرب اثناء رحله للمغرب مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، ورجعوا يعني متفقين على الجواز، وتم الجواز بالفعل. وشهد على الجواز الفنان الكبير يوسف وهبي والاذاعي الكبير وجدي الحكيم. وفضلت بقى قصة الحب طبعا ما بين حد ينفيها وحد يأكدها، إنما هي مؤكدة الزواج. ومدام جانجا أخت السندريلا سعاد حسني ورتني وثيقة الزواج الشرعية، وموجودة في كتاب هي قدمته بيتكلم عن السيرة الذاتية لسعاد حسني في كل تفاصيل حياتها. كده خلاص مفيش مبرر. سعاد حسني تزوجت 5 مرات. أولها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبعدين الأستاذ صلاح قريم، وثالث واحد الأستاذ المخرج الكبير علي بدرخان. وقدموا مع بعض افلام كبيره وجميله جدا زي الكرنك وشفيقه ومتولي، وبعدين الرابع كان الزوج الفنان زكي فاطين عبد الوهاب، بس كان لفتره قصيره 3 شهور. والاخير كان اللي استمر الزواج حتى وفاتها السيناريست الكاتب الاستاذ ماهر عواد. تمام، احنا معانا صور لسه على الشاشه لو انت ده يوم زواجها مع المخرج الكبير علي بدرخان. كان يعني قصة حب، واستمر الزواج فترة طويلة، وقدموا العديد من الأعمال مع بعض الناجحة الهامة كمان في تاريخ السينما المصرية. ده مع أختها نجاة، لأن في بعض الناس بيقولوا إن هم كانوا على خلاف. هقول لحضرتك سندريلا سعاد حسني وعلاقتها حلوة بكل أخواتها الحقيقة. حتى بعد كده لما أولاد أخواتها كانوا يحتاجوا حاجة كانت بتروح تحضر عيد ميلادهم، تحضر أفراحهم. كانت حريصة جدا إنها تكون مع أسرتها في ترابط على الود على طول لآخر لحظة في حياتها. كانت بتتواصل مع أسرتها، مش زي ما بيقولوا إن هي كان في خلاف. لا خالص خالص. ده مع العندليب الأسمر في أكتر من مكان بيجمعهم مع بعض، لأن طبعا الحب والزواج طبعا كان سبب في إنهم يكونوا مع بعض في كل شيء. مع العندليب الأسمر برضو وبعض الأصدقاء معاهم، يعني كانوا بيتواجدوا كتير علشان وكل الناس كانت عارفه ان هم متزوجين. اصدقائهم المقربين فنيا ومن الاسره برضو عارفين ان هم تزوجوا. دي مع نجمه مصر الاولى نبيله عبيد والفنان نور الشريف. كان تكريم للسندريلا سعاد حسني في اسكندريه عن دورها في اخر افلامها سنه 91 فيلم الراعي والنساء. وكان فيلم جميل وناجح قوي قوي الحقيقه. طب انا هسالك على حاجه، كان في مقال كده للصحفيه الراحله مديحه عزت
المقال ده جرح سعاد حسني كتير جدا وجرح كل محبي. هقول لحضرتك على حاجه، المقال ده ما جرحش سعاد حسني فقط، جرحنا كلنا حقيقي، كل محبي سعاد حسني حقيقي. كل الناس اللي بيحبوها قرايبها وجمهورها وعشاقها زعلوا من المقال ده. يعني المقال اللي يقول اللي هي وزنها فوق ال 100 كيلو والمقال اهو على الشاشه، انا اهديته لكم لاول مره بينشر على الشاشه، ده حصري عندنا لاول مره في برنامج. شوفي حضرتك قسوه الكلام، اللي سعاد حسني وزنها فوق ال 100 كيلو، اللي انها بتتبهدل في لندن، ازاي يتقال كلام زي ده، بتتسول في لندن وانها غائبه عن الوعي وان هي من ينقذها من البهدله وان وزنها فوق ال 100 كيلو، يعني كلام زي ده يجرح اي حد يكون اصلا بيحب سعاد حسني. الناس بتقرا الكلام ده بتبكي عليها، يعني ما رحموهاش وهي عايشه، موتوها نفسيا بان بيكتبوا عليها كلام ما حصلش. لو حصل كنت اقول لك اه ما دي حقيقه، ولا مديحة عزة الله يرحمها بقى شافتها ولا قابلتها في لندن ولا حد كان يعرف عنها حاجه، لان سعاد حسني كانت بتتعالج وكانت بتستجيب للعلاج. كانت عندها مشكله في العصب السابع وكان عندها كسر في ظهرها، انا جايب حتى الاشاعه اللي فيها المسامير طالعه من ظهرها عشان كان عندها كسر في اخر فيلم ليها الراعي والنساء. أيوة وكانت بتتالم جدا وكانت بتصرخ من الالم وما كانتش عايزه تبين لحد انها بتتالم. فالحقيقه هم ما رحموهاش، الصحافه بعض الصحفيين كانوا معاها وناس كتير يعني كانوا بيكتبوا كلام من ده برضو. الحقيقه مش حقيقي، يعني لو حقيقه اقول لك حصل صح. انما لا شافتها ولا حصل اي حاجه من دي ولا كانت بتتسول. عايز اقول لحضرتك سعاد حسني في لندن عاصمه الضباب كانت عايشه لاخر لحظه حياه كريمه. ليه بقى؟ كان في معاش بيجي لها من الحكومه ولما اتمنع قدرت انها تتغلب، ما يهمهاش حاجه، كان عندها اراده وعندها عزه نفس وانها تتغلب على اي محنه. سجلت رباعيات الشاعر صلاح جاهين في اذاعه البي بي سي وكانت بتاخد اجر كويس وكانت عايشه مستوره. واقول لحضرتك على حاجه، كانت بتبعت فلوس لبعض الناس هي بتساعدهم في مصر. الحقيقه يعني يعني قدرت انها تتغلب على حاجه، وكان بيجي لها مساعدات ناس عايزه تساعدها، امراء وملوك وفنانين كانت بترفض لان عندها كبرياء وعزه نفس وتقدر انها تتصرف. فما كانتش ابدا بتتسول وما كانتش ابدا ان هي مبهدله في لندن والكلام الفارغ ده. الحقيقه المقال ده جرحها كتير جدا والله، ولحد دلوقتي اي حد بيقراه بيقول ازاي انسان يقدر يتحمل الظلم ده. صح يعني بجد حاجه بشعه 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 انها تتقال. يعني هي يعني الناس لمت مديحة عزت وقالوا لها ايه اللي بتقولي ده؟ قالت انا بقول كده حبا في سعاد حسني، يعني حب يبقى تجريح ازاي صح؟ لا يعني حكت حاجه مؤلمه قوي ومحزنه لجمهورها ولكل عشاقها وليها ولاسرتها. اكيد اكيد. طيب احنا عايزين نكمل بقيه المحطات، المراحل اللي كانت في حياتها بتمر بيها. مراحلها كانت هي دايما في اوج مجدها في فتره السبعينات والثمانينات. الحقيقه كانت متربعه على عرش الافلام السينمائيه الناجحه والهامه كلها. يعني لو حضرتك شفت مثلا ازاي قدمت فيلم اهل القمه اللي بيعد برضو من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وشاركها البطوله النجم الكبير نور الشريف والفنان الكبير عمر الحريري، وكان فيلم ناجح جدا جدا. وتولت الاعمال بقى فيلم بقى زي مثلا شفيقه ومتولي واغنيه بانو بانو. كان الفيلم ده يعني كامل من كل الاركان، كقصه كغناء برضه قصه شعبيه الناس بتحبها، ودور الراوي اللي هو كان بصوته الفنان الكبير صلاح جاهين. فكان اضافه جميله قوي للفيلم طبعا. ونجح قوي قوي الفيلم ده. وبعد كده بقى مرحله افلام هامه اكتر زي موعد على العشاء مع النجم الكبير حسين فهمي والنجم الراحل احمد زكي واخراج الاستاذ محمد خان. كان فيلم برضه مختلف ومميز وناجح قوي قوي الحقيقه. ومسلسل هو وهي اللي خلى الناس في رمضان كلها بتغني الاغاني كان جميل ودمه خفيف وكانت فكره جديده وجميله كتبتها الاستاذه سناء البيسي. وطبعا كلمات الاغاني كلها كانت للاستاذ صلاح جاهين لان كانت علاقتها بالاب الروحي ليها واستاذها، كانت بتستشيره في كل شيء، كل حاجه كانت بتساله فيها سواء حاجه فنيه او حاجه هو الاب الروحي ليها تبناها وكانت بتحبه قوي قوي وبتساله في كل شيء. وكتب لها اعمال كتير بحب زي مثلا برضو السيناريوهات بعض الافلام واغاني جميع الافلام، حتى اغنيه الام صباح الخير يا مولاتي هو اللي كتبها لها. كانت جميله برضو يعني جدا جدا الحقيقه. طيب هنا بقى حقيقه، يعني حقيقه هنا وجودها في لندن وحقيقه انتحار ام حقيقه مثلا يعني. طب ثواني، معانا مداخله الفنانه شهيره، اتفضلي الفنانه شهيره اتفضلي. ايوه ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله.
منورانا. احنا النهارده بنحتفل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشه العربيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، طيبين وحضرتك طيبه. بتحبي بقى اعمال ايه للفنانه سعاد حسني؟ لا يعني ما نتكلم على سعاد حسني، عليها اعمال كتير عظيمه وبصمات يعني في السينما أكيد. المصريه، تعدي ايه ولا ايه ولا ايه أكيد. يعني عندها افلام كتير حلوه، افلام رومانسيه، افلام وطنيه، افلام استعراضيه، فهتقولي ايه ولا ايه؟ اكيد اكيد طبعا. طيب من احب بقى الافلام لحضرتك ايه؟ والله يعني عندك على ما نطلق الرصاص كان يعني دور تقيل، اظن غروب وشروق يمكن، كان او فيلم ناجح قوي يا مدام شهيرة، صح؟ ده كمان من الافلام الجامده جدا بالنسبه لها. اين عقلي برضو كان دور برضو يعني معقد، يعني مش سهل عملت فيه. بالنسبه للافلام الاستعراضيه ده بالنسبه لها يعني كده، يعني بتعمله كده يعني عادي جدا، يعني صح. ما مش زي الافلام التانيه اللي التقيلة. انا ذكرتها. الافلام يعني عندها افلام تقيله كتير الحقيقه، يعني لو تفكروني الحب الذي كان ايضا كان مع النجم الكبير محمود ياسين، ايوه فيلم جميل بحبه مثلا قوي، الحب الذي كان، موعد على حب في العشاء، الزنزانه، حب في الزنزانه، الله جميل. صح. طيب. لا عندها افلام تقيله، انا بتكلم على الافلام التقيله، لكن عندها طبعا يعني محصول جامد، يعني من الافلام المهمه اللي ليها دلوقتي علامات في السينما المصريه. صح. طيب احنا معانا استاذ معتز سعد بقى، تحبي تقولي له ايه؟ ازيك يا معتز؟ اهلا بحضرتك يا مدام شهيره، منوره ده الدنيا. المؤرخ الفني القادم بقوه. طبعا ربنا حقيقي. يخليكي. اتفضلي حضرتك تابعينا وان شاء الله الحلقه تنال اعجاب حضرتك، ولو حضرتك حابه تقولي حاجه لاستاذ معتز. يا معتز انت طبعا زمانك عارف تاريخ يعني سعاد حسني كويس، وعارف تفاصيل يعني تفاصيل مهمة، لو في تفصيلة انت عايز تقولها بالنسبة لها مثلا، قريت حاجة بالنسبة لها هي كإنسانة كفنانة، لو يعني حابب حاجة تذكرها بمناسبة عيد ميلادها النهاردة. أنا أحب أذكر الموقف الإنساني اللي حضرتك عملتيه، إن حضرتك قمتي بأداء العمرة ليها، وده حاجة يعني بجد فخر لينا اللي فيه فنانة عظيمة زي حضرتك مخلصة لأصدقائها والفنانين كبار زي النجمة سعاد حسني. طبعا طبعا. فده موقف عظيم لحضرتك الحقيقة. هو بصراحة يعني أنا سافرت مخصوص، يعني مش أنا مثلا عملت عمرة لنفسي وبعدين بعد كده قلت أعمل عمرة بالمرة، عادة بيبقى كده لفلان أو فلانة، لا أنا سافرت بنية أن أعمل لسعاد حسني بالذات، وما أعملش عمرات تانية، يعني ما أعملش عمرة لنفسي. خاصة بها هي. حبيت أنها تبقى عمرة خالصة مخلصة لله، بنية أن دي لسعاد حسني، يعني كما لو كانت هي اللي بتعملها. لذلك انا معتز لما خلصت العمره يوميها كان في الفجر، يعني خلصتها صح. على الفجر اما طلعت الاوتيل ونمت، سعاد حسني جات لي في الرؤيه. صح. جات لي في الرؤيه، هقول لك ايه، مش مثلا يا شاهندة كده يعني رؤيه، لا حسيت انها معايا في الاوضه مجسمه. هي وصلت لها على طول. لا وصلت لها وكانت سعيده جدا ومبسوطه. هي طبعا الرؤيه ليها فيها تفاصيل كتير، بس المحصله من الموضوع ان هي زي ما انت قلتي وصلت لها وسعيده بيها جدا. ربنا يتقبل من حضرتك دايما، وانا عارف قد ايه حضرتك فنانه قديره وانسانه عظيمه، ربنا يديك الصحه. واحنا موقف جميل، موقف انساني من حد بصراحه، يعني حضرتك فنانه قديره وجميله، وموقف جميل من حضرتك. شكرا لاتصال حضرتك جدا وتابعينا.
طيب احنا معانا استاذه جانجا اخت الفنانه السندريلا سعاد حسني، اتفضلي. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا يا معتز، ازيك؟ الله يسلمك يا مدام جانجا، كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضلي شويه يا جماعه لسنة. اتفضلي. ايوه ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله بخير، احنا معاكي سامعينك. ازي حضرتك؟ انا مش سامعه حضرتك والله يا جانجا. كل سنه وحضرتك طيبه يا مدام جانجا، ودايما منوره الدنيا، والنهارده بنحتفل بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني. كل سنه وهي طيبه وكلكم طيبين وحضرتك طيبه. وبمناسبه عيد ميلادها ان شاء الله، انا يعني حددت موعد كده اللي انا اعمل مساحه توقيع للكتاب مع مؤسسه اخرى للطبعه الثانيه، وهينزل في معرض الكتاب ان شاء الله، ان شاء الله لكل الناس تقراه. مبروك على الكتاب الجميل، والدفعه الاولانيه بصحيح كسرت الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي، وربنا يكرم ان شاء الله. تعالوا لنا بقى في المعرض. لا لازم ان شاء الله، لازم اكيد. احتفاليه بكره جميله جدا ان شاء الله. الله لازم نكون متواجدين ان شاء الله. احب الاعمال ليكي ايه للسندريلا سعاد حسني؟ نعم يا فندم. احب الاعمال لحضرتك ايه؟ احب الاعمال ليا؟ لا لسعاد حسني. والله انا بحب كل اعمالها، وبحب اعمالها الخفيفه والاستعراضيه، وبحب تغير على جدا طبعا جدا. جميل. وبحب الافلام الاستعراضيه الخفيفه بتاعت تمام، وبحب طبعا اي فيلم بيكون ليه هدف اجتماعي او هدف حتى سياسي. فهي عملت كل الانواع دي وكلها الحمد لله يعني نجحت حقيقي حقيقي، ربنا يرحمها يا رب. طيب تحبي تقولي ايه حضرتك لاستاذ معتز سعد؟ انا معتز ده زي ابني بالظبط، وانا بعزه جدا، وهو شاب ما شاء الله عليه يعني نشيط قوي، وبيحب كل حاجه في الفن، وهو فنان يعني احساسه مرح جدا. وانا تعرفت عليه طبعا لما بعد وفاه المرحومه، وكان معايا في الطبعه الاولى، وجي معايا المعرض وكان معجب بالكتاب جدا، وانا بدعي له ان ربنا يوفقه ويا رب كل شبابنا كده يكونوا نشيطين وبيحبوا الحياه ويبقوا حابين العمل بتاعهم وينجحوا فيه ان شاء الله. يا رب. هو مثل جميل لكل الشباب في العالم كله مش في مصر بس. حي ربنا يوفقك جدا جدا، وشكرا على اتصال حضرتك. تابعينا وان شاء الله الحلقه تنال اعجاب حضرتك. طبعا فنانين قدار يعني، معانا الفنانه شهيره والاستاذه جانجا، وكلهم ما شاء الله عليهم يعني. طيب احب بس اوضح حاجه، ان الناس كانت او السيده ناديه يسري كانت دايما عايزه تعرف الناس اللي هي صديقه سعاد حسني الانتيم، وان هي دايما معاه في كل لحظه. اقول لحضرتك ده الكلام ده ما حصلش، انا جايب معانا على فكره صوره الاشعه. صوره الاشعه دي شوفي حضرتك ازاي المسامير طالعه من مكانها من ظهرها، كل ده تسبب لها في الام جامده جدا جدا. انما بقى ناديه يسري اللي دايما عايزه تبين للناس اللي هي صديقه سعاد حسني وان هي كل اسرارها معاها، ده ما حصلش خالص. هي كانت بتشتغل عند سعاد حسني، وحتى ده مثبت بالاوراق، انا جايب لحضرتك الاوراق باين فيها. وهي كاتبه ماهيه ناديه يسري كذا، ناديه يسري دي معانا بتظهر دلوقتي على الشاشه، ده بخط ايدين سعاد حسني. ده لاول مره بينشر على اي شاشه تلفزيون. واللي ادتني الاوراق الخاصه جدا جدا دي مدام جانجا، وانا بشكرها لان هي دايما بتثق فيا وانا بحبها جدا جدا. طبعا وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان كل الاقاويل اللي قالت عن سعاد حسني ان هي انتحرت، الكلام ده ما حصلش خالص. سعاد حسني قتلت يوم 21 يونيو 2001 الساعه 9:05. اللي حصل كالاتي سريعا عشان معانا دقيقه ونحتفل. حاضر. سعاد حسني لو عايزه تنتحر هتشرب اي ادويه من صح. معاها هتموت باي شكل، بس هي عندها حب للحياه، وكانت خلاص بتستعد للعوده لمصر. أيوة. وبعتت 6 شنط لعم مهدي حارس العقار، وقالت لاختها مدام جانجا طلعي العربيه وجهزيها عشان انا راجع مصر الايام الجايه. ماشي. الناس صحيت على فاجعه قتل سعاد حسني. هي اتقتلت الاول في البيت فوق، وبعدين حدفوها من
البلكونة عشان يبان الانتحار. آه. سعاد حسني لو عايزة تنتحر مش هتموت من الشكل المؤلم ده. صح. وهي أيوة كانت اتعالجت وخست 18 كيلو. طيب. رجعت سندريلا وكانت بتستعد للعودة لمصر، وكانت عرض عليها سيناريوهات لأفلام والأعمال جديدة، وكانت يعني شبه متفقة. وكانوا بيقولوا خلاص إن هي خلاص قربت تيجي، وكانوا بيقولوا إن هي خلاص جاية وكانت جاهزة. فاللي حصل بقى اللي هي كانت لما ظروفها الصحية تعبت شوية وكتبت بعض مذكراتها، ده اللي تسبب في قتل سعاد. والحقيقه استاذ معتز ده احسن ختام احنا نختم بيه، ومنورني دايما وان شاء الله معانا على طول. جدا وكل سنه وكل المشاهدين طيبين. بس احب اقول حاجه صغيره. طيب سريعا. النهارده عيد ميلاد والدتي، واحب اقول لها كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل الامهات طيبين يا رب. متشكره. اعزائي المشاهدين فاصل قصير وراجعين على طول.